التعادل وسموحة من أجل إبقاء هدف الدقيقة 33 وهدي جول 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 حمادة طلبة حمادة طلبة من المجهول من المجهول ومن كرة بساطة على القائم الثاني ولمسة راسية بيفتتح بيها التسجيل الفارس الأبيض حمادة طلبة من الظل إلى النور. بص شوف مصطفى فتحي والكرة الأسيست وآدي حمادة طلبة في مكان ولا في الأحلام بلمسة راسية ينجح فيما فشل فيه النجوم حمادة طلبة بالاجتهاد بيضع هدف ثمين جدا جدا للفارس الأبيض في الدقيقة 90 علشان يبقي حظوظ الفارس الأبيض.